هاي الارض شوف الناس دود يجي دود عالم والدنيا دود مليانة. وبعدين راح اوريكم هسه عندهم اكل مال شوارع اسمه ارت بيتس ايتس يا بوريكم بعدين انواع الاكل سيارات وكلها اكل هي يبيعون اكل واجيكم اوريكم الاكل قطع اوكي باي. شوفوا اسجيت من الشغل شوفوا مرتي شو مسويه شوف كان محشي شوف يعني شلون تقولوا لي اسوي دايت بس الدفتم شو اسوي دايت وكل هذا الاكل كله محشي ما اقدر اقاوم انا يعني لازم توكلني هذا الاكل وين قاوم نسوي دايت هاي كلها محشيات نقدر نسوي دايت تمن وش اسمه ناكل هسه اكل فظيع شوف كله محشي باللحم وبعد اقول لكم اسوي دايت ومعوده بطلت يا دايت على الاكل تريد تسمني مرتي كلها شوف محشي باذنجان محشي باذنجان ومحشي فلفل ومحشي ما شنو حاطت لي يعني بطلت اسوي دايت بطلت ها هي خلي شويه نسمن مرتي مسؤوله طيب اكل ما يتفوت بعد نسوي فلفل احمر شوف محشية هلا وحبايبي شوفوا احنا بالبارك اليوم جايين كنا وتغدينا وكل شيء وتعرفوني انا قاعد اسوي شوي دايت قاعد اكل رقي باعوا اطيب من الرقي ما اكل الدايت ينظف البطن رقي معايا رقي وعنجاص ما نعرف هذا العنجاص طيب لو لا نذوق العنجاص كل الحلو طيب طلع هلا وحبايبي الحلوين جيتكم اليوم انا قاعد يقولوا لي سوي دايت اريد اخفف الاكل واسوي دايت واليوم جيتكم بهذا المعجون كله فواكه واشياء منوعه فقربي عليه قربي هذا رقي كيوي جالا باينابل بانانا رايس بودينج بس هاي النوعية ايه هسه ما جاي اعرف شنو هي هاي قولوا لي هاي شنو يا
اخوان يا حبايب. فهذا هسه اكلي يعني على اساس اخفف واضعف، بس ما اعرف هذا بس للتجربه فقط، واشوفكم مواعين اخرى وبليتات اخرى. اقطع حبيبي.